دمع بعيوني وأهلي ما جوني، الدمع بعيوني وأهلي ما جوني، كلها غياب كلها غياب وكلها غياب كلها غياب، دمعي بعيوني وأهلي ما جوني، دمعي بعيوني وأهلي ما جوني، كلها غياب كلها غياب كلها غياب كلها غياب، دمعي بعيوني وأهلي ما جوني، كلها غياب كلها غياب كلها غياب كلها غياب، من قرب الغروب ميعاد موتي وما لفوني أغلى بابي وخوتي، الكرب لا يوصل أريد الليل صوتي، وأنا أدري تنسمع صرخة نخوتي، الخادم وأنا أدري تنسمع صرخة نخوتي، حالتي صعبة بديرة الغربة، حالتي صعبة بديرة الغربة، والقلب ذاب والقلب ذاب والقلب ذاب والقلب ذاب، دمعي كلها غياب كلها غياب، وين اخويا حسين اصيح بهالمسيه، وكان يقول لي شلون اجي صعبه علي، الجرح المثلث يا زينب للسبيه، ومنقطع بتحام الحمية، وحزينا ومنقطع راسي بتحام الحمية، وانا قل ادري يا بعد عمري، وانا قل ادري يا بعد عمري، ودمعي سجاب ودمعي سجاب ودمعي سجاب ودمعي سجاب، دمعي بعيوني أهل ما جوني، دمعي بعيوني أهل ما جوني، كلها كلها غياب كلها غياب، أدري ما تقطع يا بن حيدر وصالي، وأدري ما محزوز النحر يا ابن الغوالي، وصورتك ما فارقت يا حسين بالي، بس رديت عيني تغمضها يا غالي، بس رديت عيني تغمضها يا غالي، تضمد جروحي
روحي يا بعد روحي الضم جروحي يا بعد روحي جروح المصاب جروح المصاب جروح المصاب جروح المصاب اسمع دمعي كلها غياب كلها غياب الشاعر خادم اهل البيت حيدر كريم الكربلائي سلام عند روب مشبوح عين خويا يا حسين عند روب مشبوح عين خويا يا حسين وقلبي ينشدني يقول لي كافلك وين وين عني ابو فاضل ساعة البيت برايته يمسح اريده دمعة العين برايته يمسح اريده دمعة العين قطع جفوفه ادري ما اشوفه قطع جفوفه يملك أسباب يملك أسباب يملك أسباب يملك أسباب دمعي دمعي بعيوني أهل ما جوني دمعي بعيوني أهل ما جوني كلها كلها غياب كلها غياب كل أخي تتمنى أخواتها يجوها خويا لحظات الممات يودعوها أمها يمها ويمها يا الغالي أبوها وباللحد عقب الممات يوسدوها وباللحد عقب الممات يوسدوها روحي من تضرع وهم العبرة روحي من تضرع وهم العبرة يغلى الأحباب يغلى الأحباب يغلى الأحباب يغلى الأحباب يلا جوابك دمعي بعيوني أهل ما جوني دمعي بعيوني أهل ما جوني كلها كلها غياب كلها غياب خويا معذورين كلكم ما تقصرون يمي أتمنى كنت كلكم تحضرون تقبلوني خويا والمعشي تشيعون واسمع بجاكم عليه حين تبجون واسمع بجاكم عليه حين تبجون آه يا زينب آه يا زينب تصرخ وتنحب آه يا زينب تصرخ كل الأطياب كل الأطياب يلا
عبيد.